أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج كلام الناس. في فقرة أخبار المواطن المكفوفين في ليبيا شريحة تشكو قلة الاهتمام والإمكانيات. وفي ملف اليوم البيت الآمن في بني وليد مأوى المهاجرين وملاذهم من تجار البشر. بدأ في مدينة بنغازي أعمال تركيب الحواجز المرنة في الطرق الرئيسية، وشملت أعمال التركيب المدخل الشرقي للمدينة حتى طريق العروبة ومن جزيرة حي السلام وحتى مفترق عمارات 602. وفي الأيام القادمة سوف يتم البدء في الطريق الدائري الثالث، وبالإضافة إلى العديد من الطرق والشوارع الرئيسية. ويأتي تركيب هذه الحواجز لمنع المركبات من الدخول إلى الطريق المعاكس. انتهت أعمال رصف طريق الزروق القواضي وصيانة الطريق الجديدة أمام مديرية الأمن وتقاطع الغاز أو الغار عفوا بتاجوران. وأضاف المكتب الإعلامي لبلدية تاجوران أنه تم الاتفاق مع الشركة المنفذة لرصف طريق هاوية اليهود الساحلي، وتقوم بلدية تاجوران منذ فترة بصيانة وإعادة رصف عدد من الشوارع في نطاق البلدية. قام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بتوريد شحنة من الأدوية الخاصة بعلاج المصابين بفيروس التهاب الكبد نوع سي والذين يعانون من الفشل الكلوي. وقال رئيس قسم المخازن بإدارة الصيدلية والمعدات الطبية عبد الله فرحات أن إدارة الصيدلة قامت بتوزيع الدواء على كافة مراكز غسيل الكلى في جميع أنحاء ليبيا دون استثناء. تم في الفترة الأخيرة توريد نوع جديد من الأدوية الحديثة المعالجة للالتهاب الكبدي الفيروسي النوع الجيم، والذي يصيب مرضى الغسيل الكلوي والذي يتوافق مع علاجهم، وقمنا بتوزيعها على معظم المستشفيات ومراكز الغسيل في البلاد. بدأ اليوم مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية سرت في توزيع التطعيمات اللي استلمها من جهاز الإمداد الطبي، وستتوفر التطعيمات في 11 مركز وعيادة صحية في المدينة. وقال مكتب الرعاية الصحية الأولية إن عمل وحدات التطعيم سيبدأ من يوم الثلاثاء، وطلب من المواطنين عدم الازدحام باش ما يصيرش إرباك للعاملين في وحدات التطعيم. انطلقت في منطقة العوينات بمدينة غات دورة للإسعافات الأولية وإعداد القادة. هذه الدورة اللي استهدفت المنتسبين الجدد بالهلال الأحمر لعوينات واستمرت 3 أيام. أحد متطوعي الهلال الأحمر بالعوينات سيدي محمد عبد القادر قال إن الدورة تدرب فيها المتطوعين على عملية الإسعاف والإنقاذ. ونظرا طبعا لما مرت به بلدية غات، نحاول أن نهيئ جميع الكوادر بحيث أنها تكون مهيئة وجاهزة لأي مستجدات في القادم إن شاء الله. طبعا من أبرز المهام اللي هي كانت في الدورة اللي هي إعداد فريق مختص بالإسعاف والإنقاذ، بالإسعاف بالتخصص بالضبط، وطبعا اكتسبوا مهارات عديدة في مجال إنقاذ وتقديم الخدمات لجميع أنواع حالات الإسعاف. يستمر طلبة وطالبات مرحلة التعليم الأساسي بمدينة بني وليد في إداء امتحانات إتمام مرحلة الشهادة الإعدادية. وناشد مراقب لجان منطقة تنيناي محمد عودات المسؤولين من خلال شبكة سلام بتوفير وجبة إفطار ومياه شرب للطلبة. أوضح أن أباء الطلبة يشكون من انقطاع الكهرباء والوقود مما تسبب في معاناة في نقل أبنائهم إلى مقر لجان الامتحانات. بدنا يوم الاحد يوم 21 تصير الامتحانات على الوجه المطلوب والاسر في متناول الجميع، وكل الشكر والتقدير لمكتب الامتحانات وقسم التعليم في مدينه بني وليد.
جمعية النور للمكفوفين تعاني من قلة الدعم والإمكانيات، ورغم كل ذلك تحاول الجمعية أنها ما توقفش مسيرة هذه الشريحة في إكمال تعليمهم واستكمال مسير حياتهم بنجاح. نتابع التفاصيل في التقرير الآتي. فقيد البصر يقدر يعيش سعيد، أما فقيد الأمل يفقد السعادة في الحياة. جمعية النور للمكفوفين واحدة من الجمعيات اللي تساعد فيهم وتبعت فيهم روح الأمل رغم قلة الدعم ونقص الإمكانيات، ومع هذا كله طلبة الجمعية قاعدين ينجزوا وينجحوا. من أهم المشاكل اللي تواجه هذه المدرسة هو التغيير في المناهج. لما يتغير المنهج من سنة إلى سنة فيتطلب منا الجهد الكبير لتحويله من الخط العادي إلى خط البارز. دولة لحد الآن غير مهتمة بهذه الجمعية، يعني غير ما فيش أي تقديم دعم لها. هي جمعية خيرية أهلية. لو قمنا بمسح كامل لشريحة المكفوفين حنلقوهم شريحة كبيرة، وأغلبهم متحصلين على شهادة عليا، دكتوراه وماجستير. الجمعية موفرة منهج خاص بهالشريحة اللي هي استخدام لغة البرايل المخصصة للمكفوفين اللي تمكنهم من معرفة الحروف والأرقام. من ناحية التعليم يعني تقدر تقولي عندنا الآلات والأشياء اللي عندنا المتوفرة تقدر تقولي أول حاجة قديمة، ويعني من فترة زمنية قديمة صانعينها وخلاص، يعني مفروض عمرها انتهى، وما زال احنا يعني نستخدم فيها، مفروض نستخدم وسائل تقنية أحدث من ذلك. جمعية النور تستقبل الطلبة من عمر 6 سنوات لآخر مرحلة تعليمية واللي هي الشهادة الثانوية، وفي منهم من يواصل في رحلته للتعليم العالي، وهذا دليل على أن فقدان البصر مش عائق لطلب العلم. النور نور البصيرة. طلبة جمعية النور للمكفوفين اتعلموا واجتهدوا وأكدونا إن ما فيش حاجة مستحيلة. إسراء شكري، قناة سلامة، طرابلس. إذن مشاهدينا الكرام، نتمنى من المسؤولين بلفتة إلى جمعية النور للمكفوفين حتى تنال هذه الشريحة كل متطلباتها ومستحقاتها بالشكل الأمثل. نخرج فاصل قصير ومن ثم نعود لمناقشة ملف اليوم في كلام الناس. الحمد لله المكان 100 100، بيد الآمن، ولا الحمد لله إن دكتور أنا يعني واحد سنة دكتور ما شفنا، الحمد لله دكتور حسين حسن دكتور يعني المستفع والله حسن كويس، الحمد لله باب حسين كويس 100 100، الحمد لله الأقل لي 7 شهر حسن كده 7 شهر الحمد لله بنبين كويس، أنا الحمد لله كويس 100 100، الحمد لله باب حسين الله أقل لي 100 100. بنبينا اسمه حسين، بنبينا اسمه حسين، أنا سميت بابي حسين، بابي حسين والله الحمد لله كويس 100 100، ساعدني الله يقلي. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. البيت الآمن فكرة فريدة من نوعها، أنشأتها القلوب الرحيمة ورعتها الأيادي البيضاء. البيت الآمن ملاذ المهاجرين اللي قطعوا الصحراء عشان يتجهوا لأوروبا، ولكن لقوا رواحهم ينباعوا وينشروا من تجار البشر والمهربين. نشوفوا قصة اليوم من مدينة بني وليد في هذا التقرير، ومن ثم نعود لمناقشتها. أعداد كبيرة من المهاجرين العابرين ليبيا والقاصدين أوروبا في تزايد يوم بعد يوم منذ قرابة 8 سنوات. ألاف الأشخاص منهم ما قدروش يوصلوا للحلم الأوروبي، فتحولت ليبيا من بلد عبور لآخر نقطة وصول للمهاجرين. بعد رحلة طويلة بين البحر والصحراء ما تخلاش من المخاطر، إما ضياع وموت ومصير مجهول، أو الوقوع بين يدين قطاع الطرق وتجار البشر.
بعدين قال لي خش هنا في السجن. أنا قاعد في 4 شهور تو، كل يوم يضربوا الناس. يضربوك الناس؟ ديما يضرب. وين السجن؟ ما في شغل. والله تو مش عارف مكانه هذا. في السجن غادي شنو داروا لك الناس؟ في السجن هذا الناس وقت، لكن ثاني يوم ما فيش مية بكل. منجرية كان يأتيك واحد يوم يأتيك، بكرة ما يأتيك منجرية، أنت وقف هيك بس. ديما يضرب، يبي فلوس. وقال لي 15,000. كان الناس في مشكلة هيك في السجن، وقال لي ضروري يحولون على 25,000. وقال لي 25. كان في دواء في السجن انت زي الشيطان هيك، هو قال لي 25,000 ما يحرك بك كل. كانت ترقد جنب الحيط هذا، انت كان حرك شوية هو يضرب واجب. شوف مكراه، شفت هنا وشفت كله مكسور هذا. مئات المهاجرين خلال رحلتهم حكوا لنا انهم تعرضوا للاضطهاد والاستغلال او التعذيب. المحظوظين منهم بس انتهى بهم المطاف في مراكز الايواء بعد فشل وصولهم لايطاليا. انا خلاص انا دار ارجع بلدي السودان، اموت في بلدي، فقدت ولدي، ثاني ما اقعد. ترى والله ما ادري، ما اعرف. فئه اخرى من المهاجرين المحظوظين لقوا انفسهم في مدينه بنوليد، المدينه اللي تعتبر احد الطرق المفضله للمهربين ووجهه للمهاجرين يبحثوا فيها عن وظائف باش يتحصلوا على ما يكفيهم من فلوس لمواصله رحلتهم نحو طرابلس والجرابولي وبعدين الى سواحل ايطاليا والى نفس المصير المجهول من جديد. في مدينة بنوليد يمكن للمهاجرين إنهم يتحصلوا على بعض الراحة والطعام والرعاية الطبية المجانية وحتى الملابس بفضل مساعدة وتعاطف الناس معهم وإمكان آخر اسمه البيت الآمن. البيت الآمن إمكان للمرة الأولى يبان إنه بسيط في إمكانياته، ولكن نوع الخدمة والدعم اللي يقدم فيه وفر لأكثر من 5,000 مهاجر المأوى والغذاء والحماية والرعاية الصحية، وصار ملاذ للناس من كل دولة جنوب الصحراء الأفريقية. البيت الآمن هو عبارة عن مكان يقوم بمساعدة المهاجرين بالخصوص. يعني أسس البيت الآمن في سنة 2016، بدأنا في العمل بالبيت الآمن بمجهودات شخصية، قامت جمعية السلام الخيرية بمساعدتنا بعض الشيء في خلال السنتين الأولى، وكذلك الـMSF اللي هي باقية معنا من أجل العلاج ومن أجل الميديكال كير. يعني بصفة عامة استطعنا في خلال الثلاثة والأربع سنوات الماضية استضافة أكثر من 5,000. كان في شهر 10 2018 كان العدد الكلي في حدود 4,873 أفريقي تم استضافتهم في البيت الآمن. الآن في 2019 إحنا في الشهر السادس ودخلنا للشهر السابع، عدد المهاجرين اللي هم قاموا بزيارة هذا البيت واستضافتهم داخل هذا البيت تجاوز 5,000 وكسر. إحنا على أي حال هذا العمل نقوم به لوجه الله سبحانه وتعالى ومن أجل الحفاظ أو حماية هذه المدينة حتى من البلاء. نسأل الله أن يكون هذا العمل خالص لوجه الله منا ومن كل الناس اللي هي ساعدتنا. طبعا هذا العمل بالمجهودات الشخصية وبمجهودات أهالي بنوليد. أهالي بنوليد، أنا لا أتكلم على المجلس البلدي ولا أتكلم على المجلس الاجتماعي ولا أتكلم على الجهات الرسمية داخل مدينة بنوليد، ولكن بالخصوص أتكلم على أهالي بنوليد الفقراء اللي ما عندهم قوت عيشهم. هؤلاء الفقراء وهؤلاء الأهالي قاموا بمساعدة هذا البيت الآمن في خلال 4 سنوات بكل معاني المساعدة، من ناحية الغذاء ومن ناحية الفرش والغطاء لهؤلاء الأفارقة. بطبيعة الحال هذا البيت مؤجر إيجار،
نحن لا يوجد لدينا أي مساعدات خارجية ولا نأخذ في أي شيء من الخارج بأي معنى. المساعدات اللي هي جينا من ممكن هي جينا من جمعية من بعض الإخوة داخل هذه المدينة، وكذلك الـMSF أي أطباء بلا حدود، وهم مسؤولين بالعلاج العلاج التام لكل نزلاء هذا البيت. في هذا الحوش يحاول الدكتور حسين تسجيل أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المهاجرين، أعمارهم وبلدانهم الأصلية وحتى الطريقة اللي يبوا يكملوا بها رحلتهم، ولو في حد منهم قرر العودة الطوعية لموطنه يتم التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة وهي تتكفل بالموضوع. أما الناس المقيمة في هذا الحوش فهم ملزمين بقواعد وقوانين معينة طول فترة إقامتهم. القوانين هذه تشمل الإبلاغ عن أي إساءات والالتزام بعدم الطلوع من الحوش في الليل وعدم التسول في الشوارع والحضور وقت الوجبات. هذه القصة صغيرة كانت جزء بسيط من الصورة المرعبة لأوضاع المهاجرين، والبيت الآمن كان جزء من أبسط عمل إنساني يمكن تقديمه. يبقى الدافع الوحيد من وراء إقامته هو مساعدة هذه الناس الفقيرة على أنهم يكونوا آمنين على الأقل لبعض الوقت. ورحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام بعد ما تابعنا هذا التقرير مع بعض، ورحب بضيوفي الكرام في حلقة اليوم: الدكتور حسين خير وهو مسؤول البيت الآمن في مدينة بني وليد، والأستاذ محمد بن نيران مدير مكتب الإعلام بمكتب الخدمات الصحية سيكون معنا عبر الهاتف في بني وليد، وأيضا الأستاذ عمر صالح مسؤول ملف الهجرة غير الشرعية بمدينة بني وليد، والسيد ساسي موسى وهو أخصائي إرشاد نفسي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ربما يكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية. السيد خير، طيب السيد حسين خير ليس جاهز معنا الآن، كنا نود أن نبدأ معه الحلقة في تفاصيل هذه الفكرة وكيف جاءت. ربما أنتقل للأستاذ عمر صالح وهو مسؤول ملف الهجرة غير الشرعية بمدينة بني وليد. سيد عمر رحب بك في كلام الناس، وأبدأ معك مباشرة. يعني السيد أو الدكتور حسين صاحب فكرة البيت الآمن وهو مواطن عادي يقوم بعمل ربما صرفت له الميزانيات الكبيرة من الجهات الدولة والجهات المسؤولة. ملف الهجرة غير الشرعية في بني وليد هو ليس وليد اللحظة، يعني منذ سنوات طويلة تعتبر بني وليد منطقة عبور للمهاجرين غير الشرعيين. أنتم من باب المسؤولية كيف تتابعون هذا الملف، وأيضا كيف ترون الدكتور حسن خير في توفير هذا البيت الآمن لهؤلاء المهاجرين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد عمر هل تسمعني؟ مرحبا. نسمع. نعم نحن نسمعك سيد عمر، هل سمعت إلى سؤالي؟ طيب يعني أنتم مسؤولون عن ملف الهجرة غير الشرعية في مدينة بني وليد، اليوم في حلقة اليوم من كلام الناس نناقش فكرة الدكتور حسن خير، ربما أنت يعني تعرفها ومتابع هذا الموضوع، وفكرة البيت الآمن. هذا مواطن عادي بسيط يعني خرج بفكرة وأمن فيها حياة لألاف المهاجرين غير الشرعيين، أنتم من باب المسؤولية مسؤول عن ملف الهجرة غير الشرعية في منطقة بني وليد وهي منطقة عبور للمهاجرين غير الشرعيين، يعني أنتم كيف تتابعون هذا الملف في هذه المنطقة؟ هل تدعمون السيد حسين خير في كل ما يحتاجه بالنسبة لتأمين حياة هذه الناس؟ في البداية شكرا على الاستضافة. للتصحيح سيد الكريم، أنا عضو جمعية السلام بني وليد للأعمال الخيرية. طيب نعتذر منك. هذه الجمعية تعنى بملف الهجرة غير القانونية التي آه
طيب يعني أنت عضو جمعية السلام الخيرية في بني وليد وهي معنية أيضا وإن كانت من مبدأ خيري أو مدني بملف الهجرة غير الشرعية في بني وليد. من هذا المنطلق طبعا جمعية السلام بني وليد قامت جمعية السلام بني وليد بالإشراف المرحلي على بيت الآمن مع السيد دكتور حسين خير بفترة زمنية معينة لدعم هذه الفكرة، الفكرة النبيلة، الفكرة الشريفة، الفكرة التي نبعت من هذا الإنسان لمساعدة المهاجرين الضحايا ذوي الإعاقة البشرية، طيب يعني هذا الملف الشائك قمنا نحن جمعية السلام بتقديم العون لهذا البيت في مرحلة معينة لاستقراره، محاولة دعمه دعم عيني أو دعم خيري أو دعم طيب يعني أنتم مشكورون على تقديم الدعم للسيد دكتور حسين خير لتخفيف المعاناة على المهاجرين غير القانونيين. طيب يعني نريد أن نعرف من خلالك باعتبارك أنت تقوم بعمل خيري وهذه الجمعية خيرية ربما أيضا مدعومة بشكل خيري أو من الناس كيف ما هو مدعوم دكتور حسين وهو المسؤول عن ملف البيت الآمن، يعني احكينا عن طبيعة الخدمات اللي تقدمها جمعية السلام للبيت الآمن وأيضا عن طبيعة أحوال حياة هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين في البيت الآمن، وأن خاصة الدكتور حسين قال أن هذا البيت يعني يأوي في ظرف شهور لعدد يصل إلى 5000 مهاجر. أتمنى نعم سيد عمر يا ريت تسمعني من سماعة الهاتف بدل التلفزيون الله يخليك. طبعا الإيواء إيواء البيت الآمن هو إيواء مرحلي. السيد حسين تكلم عن 5000 متقطعة وليست في لحظة في توقيت واحد. البيت الآمن يستقبل الحالة من الشارع من أي قطاع خير يوصل أي حالة سلوحة أو حالة متضررة أو حالة فقدت الاتصال بأهلها أو كذا إلى البيت الآمن، ويتم هذا التعامل معها. تحتاج إلى معونة إنسانية، تحتاج إلى مأوى من البيت، تحتاج إلى علاج. طبعا إدارة الخدمات الصحية بني وليد والمستشفى بارك الله فيهم يقدموا بعض الخدمات، ومن ذلكم هذا ندعو إلى المؤسسات الحكومية الليبية أن تدعم هذه الفكرة. وليد منطقة عبور للأجرة غير القانونية، هذا الملف الشائك، هذا الملف الصعب، هذا الملف الكبير، لكن هؤلاء بشر يجب أن نحفظ لهم كرامتهم، ولو هؤلاء ضحايا العون، ضحايا الوحاجة. نحن كجمعية سلام انخرطنا في هذا المشروع الإنساني من أجل التخفيف عن المعاناة. طبعا المهاجر الذي تقطع فيه السبل يلجأ إلى هذا البيت، السيد حسين خير. طبعا هناك عيادة تدعم من منظمة أطباء بلا حدود، يتم تقديم مع العلاجات المستعجلة. طيب. لكن هؤلاء المهاجرين يتعرضون إلى تعذيب، يتعرضون إلى أمراض. جمعية السلام بني وليد الأعمال الخيرية والفريق في قسم الهجرة غير القانونية يتم التواصل معهم، تسجيل حالاتهم، محاولة تقديم العون لهم. أحسن هم من يأمن في طوعة العودة الطوعية في بلاد الأم. جمعية السلام تتواصل مع مراكز الإيواء بالعاصمة طرابلس، توفير الحالات لهم، محاولة تسجيلهم أو توثيق معاناتهم. لا في هذه الظروف التي تعاني منها بلاد الحبيبة أن ملف هذا ملف الهجرة
يحتاج الى وقفه جاده. طيب. المؤسسات المدنيه، المجتمع المدني، وايضا المؤسسات الحكوميه. نحن من هذا المنبر ندعو الى طيب السيد عمر، السيد عمر عفوا المقاطعه، يعني السيد الدكتور حسين من خلال التقرير، وربما سمعت انت التقرير، انه قال يعني لم يتواصل مع جهات خارجيه وحتى الداخليه باستثناء منظمه اطباء بلا حدود ربما تقدم المساعده لهذا البيت الامن. انت مسؤول عن ملف المهاجرين غير الشرعيين في جمعيه السلام الخيريه، وايضا هي جمعيه خيريه ليست يعني مكلفه من جهات مسؤوله. جمعية خيرية. نعم مكلفه. سؤالي عفوا يا سيد عمر، سؤالي هل تواصلتم مع جهات سواء في بن وليد؟ نحن تمنينا ان يكون معنا اليوم عن المسؤول عن ملف الهجره غير الشرعيه في بني وليد حتى نفهم منه بشكل اوسع وشكل اكبر. هل تواصلتم مع الجهات المسؤوله في بني وليد كالمجلس البلدي، جهات اخرى ربما تقدم الدعم لهذا العدد الكبير من المهاجرين غير الشرعيين اللي موجودين في البيت الامن او حتى غيره؟ يعني كيف ما تعرف انت ان منطقه بني وليد منطقة عبور وفي آلاف مؤلفة تسير من خلال بني وليد إلى مناطق ومدن أخرى. طبعا نحن كجمعية السلام نتبع المفوضية في المجتمع المدني في مدينة بني وليد، وعلاقتنا بالمجلس البلدي هي علاقة عن طريق المفوضية. تقاريرنا ترسل إلى المفوضية بالخصوص عن الحالة بكل تقارير شهريه بخصوص الهجره غير القانونيه في بني وليد، كم عدد الدخول كم عدد الخروج. طبعا هذه اجراءات اهليه، اجراءات يقوم بها متطوعين. طيب. ليست تحت اجراء المجلس البلدي. الخط الوصل ما بين ان المنطقه تعاني من هذه من هذا الملف. طيب يعني خليني نفهم من خلالك سيد عمر، يعني انت على ما يبدو ان لديك حتى احصائيات عن الاعداد التي تدخل الى مدينه بني وليد من خلال المهربين وتخرج منها. لو تضعنا في صوره الاحصائيات، في صوره الاحصائيات ان كانت لديكم كمتابعين. هذه احصائيات غير دقيقه، لان بني وليد منطقه عبور، الوقت بتاعها ممكن المهاجر غير قانوني يبقى يوم او يبقى 6 شهور او يبقى سنه. فالوصول لنا عندنا احصائيات من هم الان موجودين في بني وليد. من قرر الاقامه في بني وليد التقديم الاول لهم، لكن قصه العبور او المهاجر غير قانوني العابر في منطقه بني وليد فهذا لا يسجل، لان يعني الاجراء كما قلت لك سابقا ان الاجراء يقطعون به المؤسسه الخيريه، ممكن ما يتواصلش مع المهاجر غير القانوني، لان يعني طبعا المهاجر غير القانوني مشبع بافكار ان التعامل مع المؤسسات المجتمع المدني ممكن يرجع الى بلدك. ممكن يرجع الى بلدك لان عندك حلقه وصل مع ملف الهجره الطوعيه، العوده الطوعيه. فلذلك حتى المهاجر مسبب في عند رئيسي بعدم التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني. نحن نقدم العون له ما استطعنا، نحن نقدم العون له ما استطعنا. مثلا في ملف الهجره نتعاهد الملقاة على الطريق. الجثه هذه تم مكتب جمعيه السلام للهجره رفع الجثه، اخذت من النيابه ايضا تسجيلها في المستشفى، كرامها دفنها في مقبره خاصه تحت اشراف جمعيه السلام بني وليد للاعمال الخيريه، تبعا حوالي 11 كيلو متر عن منطقه بني وليد. هذه مقبره خاصه بالهجره، هذا ملف كبير جدا. هذه الجثث بدون هويه. طيب ابقى معي سيد عمر صالح، ابقى معي على الخط، سأعود إليك. وكما قلت مشاهدي الكرام، يعني كنا تمنينا أن يكون معنا مسؤول ملف الهجرة غير الشرعية في بني وليد، ربما هو المسؤول بشكل قانوني مسؤول من الجهات في دولة حتى نفهم منه الموضوع وتفاصيل حياة هؤلاء الناس في هذه المدينة بشكل أكبر وشكل أوسع. سيد عمر ابقى معي، سأعود إليك وأستغل وجودك معي في حلقة اليوم باعتبارك يعني مسؤول عن ملف المهاجرين غير الشرعيين في جمعية السلام الخيرية. أنتقل للأستاذ ساسي موسى، وهو أخصائي إرشاد نفسي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبر الأقمار الاصطناعية. سيد ساسي رحب بك في كلام الناس، وأنت يعني حتى من خلال التنسيق معك قبل الحلقة ملم لديك تفاصيل أكبر وأوسع عن مسألة
انتشار الأمراض عن طريق المهاجرين غير الشرعيين وطرق مكافحتها وتشخيصها وما إلى ذلك. أنتم الإحصائيات التي لديكم من خلال عملكم عن وجود المهاجرين غير الشرعيين، الأمراض اللي موجودة عند هؤلاء المهاجرين، وأيضا حجم الخطر اللي شكل من الناحية الصحية على المواطنين من حيث وجود الأمراض في هؤلاء الناس. طبعا أول شيء السلام عليكم، نشكر لك البرنامج الرائع هذا، ونشكر في مدينة بن وليد بارك الله فيه سيد حسين وأستاذ عمر على البرنامج يعني الجبار اللي قامين به حيال المهاجرين. هذا عمل إنساني بصراحة يشكر لهم. احنا كمركز وطني لمكافحة الأمراض مركز رصد لكل الأمراض اللي ممكن تدخل البلاد، سواء كان من احنا كإدارة الشغل كإدارة الإيدز والتهاب الكبد، عندنا برامج رصد ومتابعة للحالات زي هذا. نفس القصة الحالة الطبية بما يعرف بالدرن أو السل، حتى وعندنا لي برنامج معين الجدام والجدري والطاعون، كل الأمراض المعنية لا سمح الله تدخل البلاد. احنا عندنا كمركز يعني عندنا عدة فروع متوزعة لكل المناطق ليبيا، والفروع طبعا برنامج متاحة لما يكون في تبليغ على بؤرة مرض أو حالات مرض ممكن يتم تحويلها للفروع متاع المركز اللي تابعين المركز لمكافحة الأمراض لدرعا طرابلس. طبعا احنا أكثر شيء تركيزنا على المنافذ اللي هي البرية والمنافذ البحرية وحتى الجوية، وخاصة الحالات اللي هي يكون دخولها غير شرعي البلد لما تكون حاملة لأي فيروس أو أي ميكروب أو أي جرثومة، ممكن ناخذ الحالة هذه للحجر الصحي على الأقل نطبق عليها الكشوفات الصحية بحيث احنا نقدر نسيطر على المشكلة. احنا أكثر شيء معنيين بالأمراض اللي هي السارية اللي تنتقل بسرعة زي الأمراض التهاب الكبد بأنواعها، زي السل الرئوي اللي هو التبي، هذا مشكلة تحتية مشكلة لأن معظم الحالات الهجرة الشرعية حاملين لهالبكتيريا هذه، وهذه أشياء مهمة بصراحة أنه معرفها حتى للحالات اللي هي تجي في طيب. المراكز نتاع الإيواء يعني نفسها طريقة العمل في الأماكن اللي هي سيد ساسي يعني. طريقة العمل عند المركز الوطني لمكافحة الأمراض، يعني هل المركز يقوم بالتشخيص ومعرفة وجود الأمراض أو غيرها عندما تأتي الحالة، أم عندكم لجان مكلفة بمتابعة مراكز الإيواء في كل المدن وخاصة في مناطق العبور اللي فيها هجرة غير شرعية؟ يعني عندكم لجان تتابع الموضوع هذا من حيث كويس. الذهاب إلى هذه المراكز، أم أن يعني لين تجيكم الحالة عند المركز ومن ثم تبدو في الرصد وإجراء التشخيصات وما إلى ذلك؟ زي ما ذكرت حضرتك احنا مركز رصد وتقصي، وطبعا اهم شيء احنا نشتغل على البلاغات اللي تصير من سواء كان من جمعيات سواء كان مثلا من بلديات او مناطق نفسها. عندنا الفروع متاعنا زي ما قلت لحضرتك عندنا مجموعه مشكله من اطباء مختصين في المجال هذا يتابعوا في الحالات هذه، في حاله ما سمعوا او جاء بلاغ على اي نوع من المرض يتجهوا المكان نفسه وتندار البرامج اللي هي الصحيه. طيب يعني اذا عملكم يقتصر على البلاغات فقط سيد ساسي، عملكم يقتصر على البلاغات من جهات ما ليس لديكم لجان تتابع المراكز أكيد تذهب الى المراكز وتعمل التحليلات والتشخيصات؟ اكيد طبعا نشتغل على ثلاثه محاور او اكثر من محور، سواء كان بلاغات سواء كان تقصي سواء كان حتى متابعه الحالات. يعني زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا اكثر من فرع، اكثر من 24 او 25 فرع متوزعه على المدن الليبيه بالكامل، عندنا فيها الكوادر هذه هي اللي طبعا تكون ملمه بالموضوع هذا. لما تصير اي بؤره وانتشار اي مرض او ناس جايه عندها مشكله زي هذه حاملين بعض الفيروسات بعض الامراض اللي ذكرت لحضرتك، القائمه طبعا هي تطول القائمه من الامراض نفسها طول، ندير لهم برنامج مخصص للناس هم طبعا. واهم شيء احنا يكون في تعاون بصراحه، يعني بصراحه التعاون لقيناه الكبير من بلديات بارك الله فيهم ومن جمعيات المجتمع المدني، وبصراحه نشكر شكر كبير لجمعيه سنه بالخير وجمعيه السلام في بن وليد، صراحه قايمين بجهد مش عادي بصراحه. يا ريت الناس المسؤوله في منطقه بن وليد تحاول انك تتواصل معهم وتزيد تساندهم وتعاونهم. طيب احنا نتواصل مع عدة مناطق سواء منطقة إدريس سواء منطقة تجري سواء منطقة القطرون غات غدامس الكفرة، يعني كل منافذ هي الحساسة اللي تمر بها الهجرة الشرعية عندنا معهم تواصل وعندنا كوادر مدربة على القصص كلها بالكامل طبعا. طيب بالحديث عن البيت الآمن وهو موضوع حلقة اليوم، وأنتم معنيين بطريقة أو بأخرى من حيث متابعة الأمراض ورصدها وحتى مكافحتها، البيت الآمن في بن وليد، يعني أنت الآن تشكر جمعية السلام على عملها، هل سمعتم بالبيت الآمن من قبل أو حتى تواصلتم مع المسؤول عن البيت الآمن، رصدتم طبيعة الأمراض الموجودة في هذا المركز اللي يأوي تقريبا 5000 مهاجر في أوقات يعني ليس في وقت واحد، يعني خلال السنة تقريبا يصل العدد إلى 5000 ربما أكثر مهاجر غير شرعي؟
طبعا هي هو شيء مسؤوليه الناس المسؤولين في الصحه في بلديه بنوليد نفسها، وحتى الفرع المركز الوطني المتواجد في بنوليد نفسها هو المسؤوليه تكون له اكثر يعني بصراحه، وكذا في تواصل، لان احنا ما فيش منطقه تجمع اللي هي الهجره الشرعيه الا ما يكون عندنا به درايه وفي تواصل بصراحه. زي ما قلت لحضرتك سواء كانت هي جهه خاصه او جمعيه خيريه او جمعيه مجتمع مدني كما اتصلوا ونحن نتواصلوا معهم ومدينا العون لكل الجهات، اي شخص مثلا يبلغنا لاي مرض ولا اي مشكله طول تتوجه اللجنه المتخصصه المعنيه بهذا الموضوع نفسه ويتم الموضوع وما فيش اي مشكله. طبعا بالنسبه للفرع احنا في بنوليد نفس القصه، طبعا في كل الفروع حتى هم نفس البرنامج المديرين عندنا الارقام الهواتف التواصل سواء كان خط الساخن سواء كان ارقام الهواتف نتاع الفروع نفسها، سواء الاتصالات البلاغات نخدمها مواطنين عاديين من الامن الخارجي من الداخلي من وزاره الصحه من الرعايه الصحيه الصحه الاوليه نفس القصه كلهم متعاونين في الموضوع هذا طبعا. طيب ابقى معي سيد ساسي، يعود للأستاذ محمد بن عفوا نعم محمد بن نيران وهو مدير مكتب الإعلام بمكتب الخدمات الصحية في بني وليد. سيد بن نيران نرحب بك في كلام الناس. إن كنت بعد بداية الحلقة يعني نناقش اليوم فكرة البيت الآمن وهي فكرة السيد أو دكتور حسين خير، هذه الفكرة معنية بالمهاجرين غير الشرعيين، وبالتأكيد المكتب الصحي في بني وليد له علاقة مباشرة من حيث الأمراض الموجودة في المهاجرين غير الشرعيين وطرق مكافحتها، وأيضا من حيث توفير الأدوية لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين. أنتم كمكتب الصحة في بني وليد يعني كيف تابعتم البيت الآمن بشكل خاص؟ أيضا خلينا نتكلم بشكل عام عن المهاجرين غير الشرعيين في مدينة بني وليد باعتبارها منطقة عبور، من حيث انتشار الأمراض مكافحتها من مكتب الصحة في بني وليد، وأيضا توفير الأدوية اللازمة ربما لوجود أمراض ليست عادية في المهاجرين غير الشرعيين. مساء الخير أخي الكريم، مساء الخير لكل ضيوفك الكرام، ومساء الخير للمشاهدين قناتكم الموقرة. طبعا كنت في الاستماع منذ بداية الحلقة ملف الهجرة غير الشرعية، هذا كابوس كابوس أصبح كابوس يظلم على كل الليبيين من ليس بنوليد فقط. ملف الهجرة غير الشرعية تنادى الدكتور بعض الشباب وكل الشباب الخيريين من جمعية السلام كان تواجدهم في هذه الظروف قمة الميلاد غير مؤسسات الدولة، يعني يقول صراحة وبكل أسف الدولة غابت فأصبح الجمعيات الخيرية تحمل تصيب رهيب من الطموح بعمل الدولة. الهجرة غير الشرعية الكل يعلم أن مدينة بنوليد تعتبر في منطقة عبور طيب من الجنوب الى الشمال والى الغرب. حقيقه تاجت المدينه من ملف الهجره الشرعيه سواء كان بموضوع انتقال الامراض سواء كان بموضوع العده في داخل الجثث لهؤلاء المهاجرين مع فريق جمعيه السلام للاعمال الخيريه وبالتعاون مع مستشفى بنوليد العام. حقيقه نحن كاداره خدمات صحيه طيب سيد محمد، سيد محمد عفو المقاطعة، يعني أنت في بداية حديثك ألقيت اللوم على الدولة والجهات المسؤولة، وأنت الآن تمثل الدولة في حلقة اليوم من كلام الناس باعتبارك مسؤول عن مكتب الإعلام في مكتب الصحة في بني وليد، يعني لماذا؟ طيب عفوا دعني أكمل سؤالي، حتى يقدم مكتب الصحة بني وليد الخدمات اللازمة لمراكز الإيواء أو حتى البيت الآمن، ما هي الامكانيات اللي مش موجوده في مكتب الصحه؟ اخي الكريم بالفعل القيت اللوم على الدوله ولا زلت القيت اللوم على الدوله، انا كمكتب خدمات صحيه بالوليد ليس لدي ما اعطيه لاهل المدينه، فكيف تقدم الدعم لهؤلاء المهاجرين؟ انا اهل المدينه داخل بلديه بني وليد ينقصهم العديد من الاسر، العديد من اللقاحات الخاصه بهم، فكيف اعطي هذا الشيء لهؤلاء المهاجرين وبالرغم حمله الامكانيات واهمال الدوله يعني اعيدها واكررها ان استطعنا تقديم بعض الخدمات عن طريق التعاون مع المؤسسات الخيريه واعطاء مستشفى مدينه بني وليد العام اخي الكريم في ليله واحده في نهايه العام 2017 استقبل مستشفى
المدينه العام ما يقارب 123 حاله في حادث انقلاب شاحنه في الحدود الاداريه بين مدينه الوليده ومفرطه. ال 123 حاله قدم المستشفى وقدم مكتب الخدمات الصحيه وقدم هذه المدينه لهم الدعم ونعم لهم الدعم. وتم التوثيق ما بين منصب الهجره داخل بيت السلام للاعمال الخيريه وبين منظمه الهجره الدوليه بطرابلس وتم تحصيلهم على نفقه الجمعيه وعلى نفقه هذه المدينه. تم مع المنظمه الدوليه للهجره وعدونا بتوفير الاجهزه والمعدات اللازمه لنستطيع ان نقدم الدعم لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين. المهاجر في بدايه الامر وفي اخره مع المواطن تقطع في سبله بحاجه الى تقديم الخدمات الصحيه. هناك بعض الذي تم جلبه عن طريق منظمه الهجره الدوليه. طيب يعني انت الان سيد محمد يعني انت اشدت بكثير من الجهات والقيت اللوم على الدولة وأكدت اللوم اللي تحدثت بشأنه بشأن تقصير الدولة بشكل مباشر، لكن مكتب الصحة بني وليد معني بطريقة أو بأخرى يعني شئتم أم أبيتم، هل تواصلتم مع الوزارة يعني شرحتم الظروف اللي تعيشها المدينة هذه مراكز اللوابع أيضا باعتبارها نقطة عبور لعدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين، هل كان في تواصل مع الوزارة والوزارة يعني لم تكن في مستوى المسؤولية معكم؟ اخي الكريم توصلنا مع وزاره الصحه، هناك المراسلات موجوده في مبنى اداره الخدمات الصحيه لبنغوي، توصلنا مع المنظمات المنفصله او المنظمات اللي بتشتغل على الجانب الانساني للمهاجرين غير القانونيين سواء كان بالدوليه للهجره او كان منظمه الاحباء الحدود. لم نتحصل الا على بعض الدعم من الدوليه للهجره في العناصر الطبيه والطبيه المساعده، تحصلوا على دواء لمده 3 ايام بالعاصمه التونسيه في دوله تونس، كيفيه التعامل مع المهاجر، كيفيه الشحنه الجدد، وهذا ليس متخصص الخدمات الصحيه وليس متخصص جمعيه السلام للاعمال الخيريه، وانما غياب الهلال الاحمر فريق الوليد يعني اقولها بكل صراحه الاستشاره جدت من تخصص الهلال الاحمر، هناك بعض الامور مخصصات الهلال الاحمر والاحمر الحميدي فرع عن كل هذه الامور، ولكن في نهايه الامر كمكتب صحي وكخدمات صحيه لدينا احصائيات في الاعداد المتقدمين من المهاجرين غير القانونيين، لدينا احصائيات في هناك بعض الاضيه والامراض الخاصه بالمهاجرين غير الشرعيين سواء كان مثل هذا سايت سواء كان الاتش اي في الديار سواء كان الدر المرئوي، ولا نريد ان نهول الامر، ولكن حقيقه هذا الملف طيب سيد محمد حتى نستثمر وقت مع الضيوف الآخرين، أنتم مسؤولين عن ملف الصحة في بني وليد، المهاجرين ناقلين لكثير من الأمراض كما يقول كثير من المتابعين والأخصائيين، مسألة مكافحة الأمراض في بني وليد يعني أنتم مكتب الصحة بالتأكيد من المفترض أن تقوموا بعمل التحليلات على المهاجرين غير الشرعيين، إن وجدت الأمراض اللي ناقلة للعدوى واللي حتى علاجها ربما يكون صعب حتى في ليبيا، هل أجريتم إحصائيات لمثل هكذا أمراض، سفرتم تواصلتم مع الجهات دولية أو حتى محلية في طرابلس بشأن تسفير أو نقل هؤلاء المهاجرين اللي عندهم أمراض معدية وربما تشكل خطر على سكان بني وليد؟ الاخ الكريم لدينا مراسلات في جميع مرافق القطاع الخاص والعام داخل بلديه الوليد، لدينا قسم الرصد والاحصاء داخل مكتب الرعايه الصحيه بالوليد التابع لوزاره الخدمات، هناك بعض الارقام موجوده لدينا بسجلات الرعايه الصحيه بالوليد، هذه الارقام المهاجر الدوله المهاجر منها نوع المرض نوع الفيروس الذي موجود لديه، يتم ذلك بعد مكتشف نحن كتابه الشخص من الامراض، يتم التواصل مع الجهات ذات الاختصاص، لان الامر يدخل فيه حتى النيابه يدخل فيه مدينه امن بنوليد بالتنسيق مع سواء كان مع سفارته بالعاصمه طرابلس او مع الدوليه للهجره بمكتبها داخل ليبيا، هناك لدينا احصائيات لدينا سجلات موجود بها
إخلاع الأمراض وأنواع الإصابات المتعرض لها المهاجرين غير القانونيين، وهذا الشيء موثق شيء موجود في منطقة العين الصحية اللي تصلح والأخطاء داخل خدمات الصحية برلين، لكن الأمر ما يقتصر على منطقة الصحة فقط، الأمر يقتصر على مدينة بن وليد، مدينة يقصرها 130,000 نسمة، 130,000 نسمة بتواجد هؤلاء المهاجرين غير القانونيين فتنطق الأمراض تكثر الجريمة المنظمة داخل بلدية بنوليد ثم تواجد سلبا على طيب. المدن. نعم أنا سؤالي عن مكتب الصحة أو عمل مكتب الصحة بشكل خاص، هو بالتأكيد ملف شائك وتدخل فيه كثير من الجهات المسؤولة بشكل عام. شكرا لك السيد محمد بن نيران مدير مكتب الإعلام بمكتب الخدمات الصحية بني وليد، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعود من جديد للسيد عمر صالح وهو عضو جمعية السلام الخيرية بني وليد ومسؤول عن ملف المهاجرين غير الشرعيين في هذه الجمعية. سيد عمر، استمعت إلى ما قاله السيد محمد بن نيران، يعني قال أن المكتب يراسل الجهات المسؤولة سواء في الدولة أو حتى جهات خارجية، لكن لا يوجد دعم كامل بشكل كبير، وأنتم كجمعية سلام يعني شغلكم مشهود بالكفاءة من حيث تقديم الدعم لهؤلاء الناس. هل وقفتم على حجم الخطورة اللي ممكن يشكلها المهاجرين اللي عندهم أمراض علاجها ليس بالسهل وعدواها تنتقل بشكل سريع؟ سيدي الكريم، جمعية السلام تعنى بالشق الإنساني والتعاطف مع الإنسان كإنسان وتحاول أن تخفف من معاناة هذه الشريحة. طبعا مكتب الخدمات الصحية بني وليد جهودهم يشكروا عليها بالأمانة، كانوا معنا في كل المحن التي تعرض لها المهاجر في المنطقة الجغرافية في بني وليد. حوادث حدثت، كان المكتب المركز الخدمات الصحية بني وليد والمستشفى مشهورين طبعا هذه في حدود إمكانياتهم. ملف الهجرة سيدي الكريم ملف كبير، ملف الهجرة الغير قانونية ملف مستنقي، يجب وجه تكاتف الجهود لحلحلة هذه الظاهرة التعامل معها. نحن نعاني، أنا في مدينة بني وليد طبعا المهاجر مريض، المهاجر المريض المهاجر الصحي التعامل معه أقل تكلفة من المهاجر المريض. المريض يحتاج إلى تحاليل طبية، يحتاج إلى رعاية صحية، يحتاج إلى مقابلة خاصة، يحتاج إلى كذا. نحن المستشفى في بني وليد يفتقر إلى طاقة الخاصة بهم. كجمعية السلام تواصلنا مع المنظمة الدولية، تواصلنا مع كل الجهات المعنية. وصلت الفكرة. لا توجد استجابة. نعم، ليست هناك استجابة. كما قال السيد محمد بن نيران يقول أن هناك المراسلات كثيرة ولكن لا استجابة. شكرا جزيلا لك سيد عمر، نظرا لضيق الوقت، يعني سيد عمر صالح مسؤول ملف الهجرة غير الشرعية في جمعية السلام الخيرية، كنت معنا عبر الهاتف من بني وليد. أعود إليك من جديد سيد ساسي موسى، وأنت بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبر الأقمار الصناعية. سيد ساسي، ربما ندق ناقوس الخطر من خلالك، يعني أنت تعرف أن المهاجرين غير الشرعيين وأنتم مركز معني بمكافحة الأمراض بشكل واسع خاصة مع مراكز اللواء، يعني هل نستطيع أن نقول أن جل المهاجرين اللي جاءوا إلى ليبيا واللي رغبتهم الذهاب إلى أوروبا، هناك من يتحدث أن أغلبهم ناقلين للأمراض، هل هذا كلام صحيح؟ وإن كان صحيح، حجم الأمراض المنتشرة في هؤلاء المهاجرين يعني؟ سؤال مهم بصراحة، وأنا نوجه بصراحة تحية للأستاذ عمر صالح وكمركز وطني لمكافحة الأمراض، كان يبقوا أي مساعدة ورش عمل تدريبية كيف يتعامل مع الفئات المعنية نفسها، كيف يتعامل مع الأمراض، ما في شيء مشكلة، حين يتفضلوا يرسلونا وتكون لهم دورات خاصة يعني. علمهم بالنسبة للهجرة الشرعية معظمهم حاملين الأمراض، أكثر شيء هي مشكلة التيبي اللي هو السل الرئوي، عنده مشكلة التهاب الكبدي،
عنده مشكله الفيروس اتش اي في ايدز حاملين هذا الفيروس، هذا معظمهم خلي الامراض المعويه والامراض الجلديه، يعني يعانوا معظمهم من الامراض للاسف الشديد نتيجه ان هم ناس يتواجدوا في مناطق منتشره فيها الامراض، خاصه الدول اللي هي جنوب الصحراء زي تشاد والنيجر ومالي تنتشر فيها هذه الامراض، خاصه التهاب الكبد الفيروسي بانواع، نوع البي ونوع السي، التي بي اللي هو الدرن الرئوي اللي للاسف الشديد احنا جت فتره ليبيا قضت عليها المرض هذا، لكن في دخول الهجره الشرعيه وانتشار تعاطي المخدرات بدا يرجع اللي هو التي بي او الدرن الرئوي، ولاحظنا احنا عده حالات عندهم حاملين لهذه الميكروب. طيب يعني هل لاحظتوا انتقال العدوى للمواطنين الليبيين من خلال المهاجرين؟ هل عندكم احصائيات على انتقال العدوى للناس العاديه؟ أكيد، خاصة لما هم يشتغلوا عند الناس بدون شهادة صحية، وخاصة اللي يشتغلوا في المخابز واللي يشتغلوا في المطابخ أو في المطاعم أو في البيوت اللي غير حاملين شهادة صحية وعندهم أرقام قانونية يتم استغلالهم نفسهم وينقلهم بعض الأمراض، لأن احنا جينا كذا عائلة عندهم التي بي أو مصابين باللي هو السل أو الدرن الرئوي، لما نجي نديروا إقصاء للعائلة نفسها وندرزوا معاهم وندرج وتتضح أن العائلة عندهم عاملة مثلا أفريقية متواجدة معاهم في البيت حاملة لها الميكروب هذا اللي هو السل الرئوي فيروس التهاب كبد البي نفسه. هنا من يتحمل المسؤولية بعجالة سيد ساسي؟ الوقت يداهمنا، يعني إذا كان حتى العاملات في بيوت الناس لديها أمراض، هذا يعني موضوع خطير وكبير جدا يعني. أكيد يتحمل المسؤولية كل الناس، وكان من ينيس وكان من الناس المسؤولة في الدولة وكان من المجتمع بالكامل، المنافذ للأسف شديد مفتوحة على أسرارها في ليبيا، ما عندناش أجهزة متطورة تكشف المرض بكري بحيث ناخذوا عينات بكري نكتشفوا بكري منتشرة للأسف. المنافذ الليبية مفروض توفر فيها كل شيء، توفر فيها الحجر الصحي، توفر فيها الجهات الأمنية المتابعة والتدقيق، هذا شيء رأي مهم جدا بحيث نحن نحاول نقدر نحاصروا القصة، حتى المواطنين اللي هم اللي تهربوا من دفع الضرائب ويجيبوا في العمالة الرخيصة بطرق غير شرعية وما عندهم الشهادة الصحية فرض يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم حتى ما تنتشرش الأمراض المعدية. طبعا شكرا جزيلا لك السيد ساسي موسى أخصائي إرشاد نفسي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة طرابلس. كما أشكر السيد عمر صالح ملف وهو مسؤول ملف المهاجرين بجمعية السلام الخيرية كان معنا عبر الهاتف من مدينة بني وليد، والسيد محمد بن نيران مدير مكتب الإعلام بمكتب الصحة بني وليد كان معنا أيضا عبر الهاتف. كنا نود أن يكون معنا السيد أو الدكتور حسين خير وهو مسؤول البيت الآمن في بني وليد، وحتى نشكره على هذا الجهد المبذول منا بشكل شخصي تجاه هؤلاء الناس. ولكن الذي أريد أن أذكر عليه أو أذكر به قبل نهاية الحلقة ما قاله السيد ساسي أخيرا، وهو هؤلاء المهاجرين ناقلين لكثير من الأمراض المعدية والخطيرة ومنتشرين، يعملون في المقاهي في المحلات، وأيضا هناك من يستعين بهم في البيوت يعني من حيث النظافة وما إلى ذلك، هذا شيء خطير جدا ويشكل خطر كبير على حياة كثير من المواطنين الليبيين. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من كلام الناس، نلتقي غدا على تمام الثامنة، أستودعكم الله وإلى اللقاء.